مناجات حضرة أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق. وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وأسألك الأمان يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. مولايا يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي أنت
أنت العزيز وأنا الذليل، وهل يرحم الذليل إلا العزيز؟ أنت الخالق وأنا المخلوق، وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟ أنت العظيم وأنا الحقير، وهل يرحم الحقير إلا العظيم؟ أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي؟ أنت الغني وأنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني؟ أنت المعطي وأنا السائل، وهل يرحم السائل إلا المعطي؟ أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي؟ أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟ أنت الدائم
وهل يرحم المرزوق إلا الرازق؟ مولاي يا مولاي، أنت الجواد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجواد؟ مولاي يا مولاي، أنت المعافي وأنا المبتلى، وهل يرحم المبتلى إلا المعافي؟ مولاي يا مولاي، أنت الكبير وأنا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟ مولاي يا مولاي، أنت الهادي وأنا الضال، وهل يرحم الضال إلا الهادي؟ مولاي يا مولاي، أنت الرحمن وأنا المرحوم، وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن؟ أنت السلطان وأنا الممتهن، وهل يرحم الممتهن إلا السلطان؟ مولاي يا الدليل وأنا المتحير، وهل يرحم المتحير إلا الدليل؟ مولاي يا أنت الغفور وأنا المذنب، وهل يرحم المذنب إلا الغفور؟ مولاي يا أنت الغالب وأنا المغلوب، و
وهل يرحم المظلوب إلا الغالب؟ مولاي يا مولاي، أنت الرب وأنا المربوب، وهل يرحم المربوب إلا الرب؟ مولاي يا مولاي، أنت المتكبر وأنا الخاشع، وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر؟ مولاي يا مولاي، ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.